مرحبا ومرحبا بيك آه سؤال يطرحوه الحقيقه برشا من, من الناس التونسي اليوم يقول لك باش ناخذ نشري دويره هنا ولا برتمان يعني انفستيسمون كبير تلقاهم ساعات يتعاونوا الكوبل باش ياخذ وياخذوا ان بيان ايموبيلي ولكن يبدا خايف يقول لك فلوسي زعما باش نحطها في البلاصه الصحيحه ولا لا جوستومون كيفاش نجموا ننصحوهم اليوم آه لي كريتير دو شوا باش يشري ان بيان ايموبيلي طبعا اول حاجه ساعه الاستثمار العقاري استثمار حلو برشا للفرد اي خاطر يخليهم فات يعيش بأريحية ويكون ملك العقار اللي هو يسكن فيه مستقر. اولا مستقر مستقر وكي ينجم يعرس ويجيب الصغار ويقول مرتاح <applause> ودير وريتنا جائحه الكوفيد اللي كيبدا يبدا واحد ملك يبدا مرتاح اكثر حتى في لي بيغ سيتياسيون اللي نتعدينا بهم كيما الكورونا. داكوغ، دونك هذايا من ناحية نفسية، أيه. من ناحية المادية من الناحية المادية أول, أول حاجة ساعة يلزم نشوفوا فلوسه هو قديش يلزم يعمل إتود على الانفستيسمون اللي يحب يعمله بيه؟ أولا يلزم يكون عنده على الأقل 20% من قيمة العقار اللي هو ناوي يشريه ولا قيمة الاستثمار اللي هو ناوي يعمله هذه الحاجة الأولى الحاجة مم. الثانية نشوفوا لكاباسيتي دون ديتمو ياخذ رونديفو مع البنكي نتاعو يشوف قداش ينجم يقترض وشنو هو ال 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 الكاباسيتي نتاعو الخدمه اللي عنده قداش تخول له باش ياخذ فلوس اون فيت والمدام بين 10 و 20 سنه جينيرالمون. باهي اون فوا هذوما زوز في المكتوب يتعدى المرحله الاصعب يظهر لي هو الشواء. لو شواء. لو نتاع لو بيان بعد العمل المجهود هذاك وجري وبنوك واوراق يقول لك تو الفلوس هذايا وين نحطها في البلاصه الباهيه. لو شواء اول حاجه ساعه نمشيو افيك لا ريغل دور بور لي انفستيسمون ايموبيليي اللي هي لومبلاسمون الاولى.

معناها يعني تبدا قريبه للوتوروت الخرجه نتاعها فاسيل فاسيل أيه. دكسي داكسي يكون فما مكتب لسي عطار خضار ززار قراب شي نجم حتى يتنقل على ساقيه هو أيه. كي تكون حياته اسهل برشا لو كوتيديان يكون بوكو بلو فاسيل يكون بوكو بلو دونك هوني لومبلاسمون يلعب حسب اللي فهمت في الترتيب نتاعك أيه. أول, اول نقطه مهمه علش علاش أيه. هل انه اللي حياته هو والا يخمم في نهار اخر كي يجي يبيع ولا شنو بالضبط اول حاجه حياته هو وحياه الشخص اللي باش يكري دون لو كات فيغور اللي هو شامل استثمار عقاري للكري اكيد يكون الكريم نتاعو طالع اكثر من الكري العادي ثاني حاجه حتى نهار اللي باش يبيع لا فاسيليتي دو ريفوندر لابارتمون تكون اسهل برشا من واحد عماره تكون بعيده شويه على المنطقه اللي هي طالعه. اون فوغ يعني. دونك سور سورتو لو بلان تطلع رابح فينالمون كيختار لومبلاسمون. بعد يقول لك شنو الحاجات اللي اي ايفيتي معناتها كي نشوف بيان نقول بون هذوما لي كريتير ينجموا يضروا بالفالور نتاعو ولا كيما قلت لك نهار باش حاجات اللي يردوا بالي منهم شو اول حاجه الخايب والباهي في لي كيف كيف الحاجات الباهيين هما بيدهم اذا كان ما تلقاهمش يكونوا خايبين. لازم اولا يكون لابارتمون ولا الدار تكون بيان اورينتي تكون مم. مش ودخلت لها برشا شمس هكاك تكون فما برشا اكليراج وحتى روحها تكون خفيفه أي. ثاني حاجة دو بريفيرونس كونوا بعاد على الحس ولا الكيس البرانسيبال مم. ولا نسكنوا فوق قهوة ولا فوق كوميرس ريستورون ولا حاجة مم. هكيه اون تخرج برشا ريحة أي. دو بريفيرونس نبداو بعاد عليهم هما يعني مبه. حتى كان عمارة حلوة وعلى الكيس الكبير ماذا بينا نختاروا البورتمان نتاعنا ديكالي شويه ولا في ايتاج اعلى اعلى باهي داكور توا الشخص اللي يقول لك انا مثلا في نفس العماره انا وجاري اللي العالي فوق بعيد على الحس وبعيد على ريحه الريستوران وانا اللي باش ناخذ في البرومي جوست فوق نجم نلعب على البخي في الحكايه هذيا بيان بي نجم. سور اون بو توجور السوم تنجم يفو سافوار نيغوسيه اولا أي. خاطر اذا كان باش تشري عقار جديد الكوميرس ماهوش محلول نجم يقولك لك ما تطيحلكش واذا كان باش تشري البورتمان ولا الكوميرس اللوطه محلول نجم تعمل بين خاطر جينيرالمون يا تلقاهم مكرين بيرويت ولا مم. ان ديبو ولا ان سونتر دو سبا ولا دو مساج ولا ميكابيو

في ليتونشيتي تيرميك اي ليتونشيتي فونيك هذايا باش يعمل ايه؟ ليكونومي دينيرجي ايه؟ واكثر حاجه تنقص الحس ما بين الجيران وما بين حتى الافراد اللي عايشين بعضهم في وسط الدار اوكي كيف فيش ثبت هذه الحكايه لي تونشي وفونيك تلقاها في الديسكريبتيف دو بيان اذا كان باش من عنده وكيل العقاري وفي الفيش تكنيك كان باش من عند ام بروموتور دونك في الكا يا توجور ان ايتا دي ليو اللي هو تلقى العقار كيفاش تبني باه هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه

حلوة برشا زادة كيف فوالا دونك ا تيرم ولا ا لون ميرسي على لي كونسيي تاع اليوم يعطيك الصحة مالك دي دي لي كونسيي اون ايموبيليي نوتر اكسبير اليوم في لو كونسيي دو جور سيرتينمون نرجعو مرة أخرى في دوتر سوجي خاطر موضوع فيه برشا ما نحكيوه ونعطيكم أكثر نصائح